ولا شخص بيزعل لما تقول له حلاق ولا لما تقول له مزين ولا تقول عادي. لفظ كلمة التزيين هو جاء من أنك تزين شخص آخر مثلا، تمام. لكن كيف ينظر المجتمع لهذا المعنى؟ هناك ثقافة أسرية تقول هؤلاء المجتمع هؤلاء قليل الأصول من يمارس المهنة. هناك في فترة من الفترات قلت لك غذية هذا المصطلح، هؤلاء الناس يجب أن يعزلوا سياسيا، يجب أن يعزلوا اجتماعيا، يجب أن يكونوا ينغلقوا على أنفسهم. لماذا؟ يجب لا لحظة لحظة عبد الله، يجب ولا هم عزلوا أنفسهم سياسيا واجتماعيا؟ هذا سؤال يطرح يقول لكم أنتم تعزلون أنفسكم، أنا أقول لك كيف تم العزل بطريقة غير مباشرة. هناك شخصيات كثيرة جدا من المجتمع اليمني بارزون جدا ومن أبناء هذه الفئة وقادة في الثورة، ويتم تجاهلهم حتى من الثورة سبتمبر الآن. من هو الرحومي؟ الرحومي يعني هو أحد مجلس الثورة، وكل الثوار يغنوا لهم إلا هذا الشخص هو من 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 كان أبرز ربما من البارزين في هذا الجانب. لكن كيف يمكن أن تقول أنهم عزلوا أنفسنا؟ نحن ما عزلناش أنفسنا، المجتمع يعزلك بطريقة غير مباشرة، وهو من الأثر السلبي. إذا أردت أن نناقشه نناقشه. كيف مثلا الآن أنا أقول هذه جماعة مهنية تمارس الحلاقة والإزالة، وأقول هذه المهن خط أحمر ممنوع من يقترب منها. طيب أنا كصاحب ملحمة أنا أشتهي ناس يتعلموا في بيع. أنا الآن لو قلت نزلت إعلان الآن في قناة السعيدة أنا أحتاج إلى 100 عامل في الجزارة وأعطي كل واحد منهم راتب 100,000 ريال، لن يدخل أحد من أبناء القبائل. لماذا؟ مع أني وظيفة محترمة راتب مغري وربما يشتغل لك في وظيفة ثانية ب5 ريال. ما جربت ما جربت جرب كيف تحكم؟ مستعد، أنا مستعد أنزل بالاستبيان بهذا وأنزل بالاستبيان وأنزل بأسئلة. طيب مش 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 من شيء، قد تجد شاب يقول لك أنا ضد التمييز هذا، أنا مستعد أزوج واحدة من أبناء الفئة هذه أو من أبناء الفئة هذه أزوج واحدة من ما عندي شيء مشكلة كشاب، لكن خوف الشاب من نظرة المجتمع له. لو أدي لك قصص عن هذا سيشي برأسك، هل تصدق أنه هنالك من 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 قتل في هذا السبب؟ لا تخرجني على النقطة هذه. كيف بس حتى لأنه ما لم نشبع فيها. أكيد. بالنسبة للنقطة حق اللي قلت لي تاني يعني حساسون. حساسون، أنا لست حساس من المجتمع. المجتمع هو نفسه عندما يلمز هؤلاء بالتعصب، التعصب هو أنواع كثيرة، تعصب لفظي، تعصب بالكلمة أحيانا، تعصب اجتماعي. في استبيان لوزارة حقوق الإنسان وأنا قابل في بحث الوزير حرية مشهور كلمت عن التمييز الاجتماعي كحقكم وطالب في التمثيل في الحوار الوطني لأبناء هذه الفئة، لماذا تمثل كل الفئات إلا هذه الفئة ولهم قضايا ذات بعد اجتماعي؟ وهذا التمييز لما تجي تقول ليش ما تمثل يعالج الآن، هو موجود عالج؟ هو موجود الآن، وإذا دخلك على أساس تمييز لا على أساس أنت الآن تؤطر للتمييز لما تطالب قد تقول قد يفهم هذا من كلامي، قد يفهم هذا من كلامي. أنا أقول التمييز هو موجود أصلا حتى لو هو نتفي. أنا ضد التمييز بأبعاده وبشتى وضد وسائل حاربة وأنا وطنت نفسي لهذا، لكن هو الآن موجود. ندخل الحوار الوطني على أساس تمييزي ما هيش مشكلة، ما هو اللي حصل هو تقاسم أصلا، ثم نخرج بمفاهيم سواسية ما عندش أي مشكلة. لا بتكون أصلت. لا أسأل النقطة هذه لو سمحت أستاذ سمير، الآن عندما تقولوا بأنه المجتمع هو من يعزل هذه الفئة وكأنه هذه الفئة طبعا نضطر نتعامل بهذا المنطق للأسف، هل أحد تجرأ حلاق أو جزار وراح لعند واحد قبيلة أو شيخ وخطب بيد بنته مثلا أو فكر بهذا الموضوع؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه هو عازل نفسه. حصل ها. طيب بس عشان نكون نقاشنا أكثر منهجية، نحن نتحدث الآن عن التمييز الاجتماعي، لأنه في تمييز ضد المعاقين، في تمييز ضد المرأة، في تمييز. التمييز كمصطلح عام مجالاته كثيرة، لكن نحن نتحدث عن التمييز الاجتماعي. فيما يتعلق بالتمييز الاجتماعي هو لا يتفق لا مع أي دين ولا مع أي قيم ولا مع أي منطق وعقل. ما بش حاجة بيقول أنه فئة من الناس فيهم صفات معينة أفضل من فئة من الناس، هذا بشكل بدأ. أنا كان باقي معي نص نقطة في السؤال الأول، أنه التمييز لماذا هو مخفي؟ بنقول أنه أخطر، بدليل على أن التمييز ضد الأخدام واضح أكثر وضوحا، ولهذا يسلط عليه الضوء ويحارب بشكل أكثر مما يميز ضد الجزارين والحلاقين وهذه الفئات. حقيقة مأساة أنه 50 سنة بعد الثورة ما زلنا نعاني من هذا المرض الخبيث الذي كان مفترض أن ينتهي تماما. نحن جيل لم نعش تلك الظروف التي عاشها من ابتكر هذا التقسيم واستفاد منه. احنا كان مفترض خلاص انتهى الموضوع، لا نستفيد منه ولا يجب ان يورث فينا، لكن لان احنا اعتمدنا على ان الزمن وحده سيقضي على كل شيء، واعتقدنا ان الزمن والتطور والتكنولوجيا وكذا قد هذه نظره خاطئه. لابد من ايادي واراده للقضاء على هذا المرض. اذا كان هذا المرض لا يمثل لك ماساه فهو يمثل ماساه لغيرك. يعني انا مجرد ان واحد يحتقرني لاني انا كذا، هذا شيء يعني لي الكثير مثلا اذا كنت من هذا الفئه، لانه بعض الناس لانه هو ابن قبيلي ولا ابن شيخ ولا هاشمي النسب يقول لك انتهيت انتهيت ما عاد بيش وكذا، لأنه لا يعاني.
أنت لا تعرف معاناة الطفل في المدرسة لما زميله يقهره وهو ويلقبه يا ابن الجزار، وهو يعرف أن الجزارة عيب، يعني هو لا يلام الشخص نفسه. من اللي وصل له أن الجزارة عيب؟ المجتمع. أهله؟ المجتمع. لا المجتمع، أنا صحيح أشاركك في أنهم جزء من الحل لكن ليسوا جزء من المشكلة، هم ضحايا، لكن حتى الضحية يكون جزء من الحل. لكي لانك يعني الوقت ضيق وانت عاجلنا، فاحنا بنضطر نكرفل الكلام. خليني انا اقول نحن لا نريد حقد بين ابناء الفئات الاجتماعيه، لانه احيانا ابن الجزار يكون حقده على القبيلي، وانا وياه ضحايا، احنا كلنا ضحايا، القبيلي والجزار والسيد وهموه انه دم الثاني. هو نظام ابتكر من اجل الحفاظ على الكرسي والسياسه الملعونه التي هدفها الأول والأخير السلطة والثروة، هذا على مدى التاريخ وفي كل العصور وعلى مدى. لكن ما أريد قوله في هذه الجزئية البسيطة أنه هؤلاء الناس معابين بما ليس معاب أصلا. يا أخي أنا لو أبي كان مثلا مجرم، أنا لا يجوز لك أن تتهمني بما أجرم أبي، لكن هذا المشكلة أن أبي حتى مش مجرم، أبي كان بيطلب الله بس، يعني بيتخذ مهنة، وأنت تقول أن لدينا صفات معينة، مع أنكم اليوم في هذا العصر حدثت متغيرات كثيرة. كيف أشرحها يا أستاذ عبد الله؟ أنه أنت صحيح تحس أنه أيوة أنه كيف تم. لا وهذا أنا سأعود لك، أنا سأعود اليوم عادي. اليوم البنشري زي المنكل، البنشري مثل المنكل، بايع السمك زي الجزار، اليوم طبيب الجراحة هو اللي بيختن الأطفال لم يعد محتقرا، اليوم بيت الأحمر معهم مطعم، زمان كان ما يفتح مطعم إلا مقهوي، يعني تغيرت المنظومة. اليوم المزارع بدأ يزرع ما كان محرما عليه، كان لفئة معينة من المجتمع. أقصد أن احنا امتهنا مهنهم ولكن لازلنا نحكرهم. طيب كيف تم عزلكم عبد الله؟ عشان انا ارجو ان تبطل هذا الحديث، لانه الموضوع هذا انا فعلت على دراسه. انا قلت لك الان انه الان كل المهن ليست عيبا الا مهنه الحلاقه والجزاره، مفهوم هذا، ولكن انت تستبين في هذا. عندما تقول مثلا انا الان اشتي عامل في منشاتي، في ملحمتي، في صالوني، لا احد سيقترب يتعلم هذه المهنه، بالتالي انا احتاج شخص يدير محلي. من بيديره؟ غير ابني او انسان من ابناء شريحتي، من سواء من القريه هذه او من القبيله هذه او من، الاهم انه ايش بين قوسين حلاق او جزار. هنا تم تهميشنا سياسيا، تم تهميشنا تعليميا، انخرطنا من التعليم بطريقه غير مباشره. لماذا انخرطنا من التعليم؟ مضطرين للعمل. مضطر انا محلي يا اخي، اذا انا عاجز الان، انا اب طفل يا اخي تعال اشتغل عندي يا قبيله، تعال انا ادي لك، تعال، يقول لك لا عيب، خط احمر، ابي عاد يقتلني. وهذا حاصل في واحد فتح محل حتى ادي لك فلاشه، وكسر المحل حقه وكسروا اصبعه وكسروا ذيك، وواحد ثاني يعني عزلوا. بل هل تصدق انه واحد تقدم لبنت قبيله زي ما قلت لك الان حتى تدرى بعد التمييز هذا، وكان لهذا الشخص هذا اقتنع به. انا انسان هذا محترم مع متعلم، اقتنع بانه يزوجه، وكان له بنتين قد تزوجها من قبل. ازواج هؤلاء البنتين القبائل هددوا بطلاق هاتين البنتين ان زوج هذا المزين. شوف البعد الاجتماعي لفين. وانا اقول كيف تم تهميشنا الان؟ في دراسه اجتماعيه تقول لك اذا اردت ان تهمش مجتمعا قلل فرصه التعليم عنده، قلل، لانه معايير التكنوقراط الان الحديثه تقول لك على معيار علمي. انا الان ما تقول لك المهمشين، انا مش صعب ان اطلع واحد من المهمشين ما عندوش ابتدائي اطلع مجلس النواب ومعيار اقل شيء. فاذا اردت ان تهمش مجتمعا قلل فرصه التعليم. احنا الان نعاني من هذه المشكله بطريقه غير مباشره، ونناشد فيها بوزاره التربيه والتعليم ان تفعل. ليش انتم لحظه لو سمحت، اوكي انت محتاج، ليش ما تقلل اقل شيء من ساعات العمل بالنسبه لاولادك وتخليهم، طالما انك استوعبت انهم يريدون ابعادك عن التعليم وابعاد ابنائك، قلل من ساعات العمل وخليهم يدرسوا. تجاوزنا هذا، وفي ناس الان يتعلموا الان، الطفره في الان متعلمين، وفي الان نخب كثيره جدا، لكن اقول لك هنا النسبه كثيره جدا، 1 إلى 100 بطريقه غير مباشره يضغط عليك تبطل. الان انا فعلت دراسه، طلبه من جماعتنا يكون الاول في المدرسه، يطلع بالعطله يمسك مقاس، الاضطرار في الصالون، فيرجع ناجح، بعدين راسب، بعدين يطلع يطلب الله. ما الذي اخذت المهنه؟ لانه ما بش بديل، قلت لك انا اشتي بديل. انا الان لو فتحت معهد، خليها بطريقه، احنا الان نفكر بفتح معهد للحلاقه مثلا، سيكون لنا حدث في هذا، هل سيدخل الناس كلهم كانه معهد مهني؟ وسنفتح معهد للجزاره الان، تمام، ضمن المعهد المهني، ونحن طلبنا، هل صدق ان تقدمنا بطلب هذا الى المهنة التعليميه؟ قالوا ايش اتعلم ابناء القبائل الحلاقه والجزاره؟ تمييز في نفسي في المنظمه، ناسي المنظمه المهنيه لا زالت تحقر مهن عن مهن، ايش اتعلم ابناء القبائل الحلاقه والجزاره؟ هذا واحد. الشيء الثاني العقده الداخليه. التمييز له اثر سلبي، ونحن ندرك التمييز في امريكا. على من؟ على الفئه المهمشه. أوكي. الفئه المهمشه اذا همشته لا تلومي على ان اذا فعل شيء ثاني. في المجتمع الامريكي كان يقول الاسود انشوا عندهم عقده نقص، حتى ان الاسود كان يقوم فوق الكرسي الابيض. تمام، كان عنده عقدة نقص طاغية جدا، حتى جاء مارتن لوثر كينج وحرر العبيد. احنا اليوم في مجتمعنا اليمني انشأ عندنا عقد،
عقد نفسيه عند ابناء شريحتنا، وفي من شريحتنا من يستحي ان يقول انه حلاق، ويطلع عن طيب السعر يقول لك حلاق وهو محل حلاقه، لكن انسوا عنده عقد. الحين انا لما جيت اتكلم هكذا لا اظن ببساطه انا تجاوزت الموضوع هذا، تجاوزته لتخصصي في علم الناس، تخصصي في تجاوز العقد النفسي، لتخصصي في حاجات كثيره تجاوزته. من الصعب انك تشخص شخص يقول لك انا من ابناء هذه الشريحه وهو يشتغل في ابناء هذه المهنه. ليش؟ لان المجتمع يحتقر هذه المهن. بل هل تصدق ان في كثير من الناس مجرد ما يعرف انك حلاق مثلا او جزار مثلا يبدا يكش عنك؟ قلت لك الاس بي ان حق وزاره حقوق الانسان فيه بخمسة عناصر، هل تفضل ان يكون جار الجزار؟ يقول لك لا. 75% يقول لك لا ارفض. هل ترضى ان اسرك يكون يجلسوا مع الحلاقين والجزارين؟ بنسبه محدده، يعني استبيان واضح جدا اقامته وزاره حقوق الانسان وموجود هذا الاستبيان، وانا لم اعطي. ان شاء الله في لقاء ثاني ساعطي. طيب الاثر، ما هو الاثر هذا التمييز؟ الاثر شراك نخلي لبعد الفاصل نتكلم فيه. مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل، لكن قبل الفاصل استطلاع اجراه الزميل محمود الحميدي حول هذا التمييز، ان وجد صوره، مشاكله، اسبابه وعلاجه. نعود لذلك وللنقاش حول الكثير من القضايا من النقاط في هذا الموضوع، لكن بعد الفاصل. حسب يعني عاده البلاد يعني والاعراف يعني من الله بولك ذات يعني الزواج وهذا ما بالله اسر يعني قبائل الجزارين يعني مع فئات يعني من انفسهم والقبائل مع القبائل. عندنا المهن المحتقره يعني بشكل كثير وبشكل فظيع جدا عندنا في اليمن، هذا الجزارين والمزينين هذا اخذناها طبعا ورثناها عن ابائنا واجدادنا من زمان، هذا العرف ماشي الى حد الان. يعني طبعا في تحصلها في دول ثانيه، في مصر مثلا الجزارين هم الاحسن الناس والراقيين واحسن الناس المشهورين يعني، واكثر الناس الأغنياء في كل الدول العربية هم جزارين ومزاينة تحصلهم، لكن عندنا احنا هضمناهم بشكل يعني جدا فظيع. وهم برضو مهن، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق شوية يعني ما أقلش يعني بين الجزار ولا المزين ولا القبيلي ولا. نحن في المجتمع اليمني يعني عندنا عادات أن أصحاب المهن المحتقرة بعيدون عن المجتمع كذا يعني بالتشابك وال بحيث ان مثلا الهاشمي لا يتزوج من قبيله والعكس، وكذلك مثلا الحلاقين ما يعني ما في ترابط بين اوساط المجتمع بهذا مثل الزواج مثل كذا. اصحاب المهن المحتقره في وضع معيشي افضل من غيرهم، بحيث ان مصدر الدخل حقهم افضل من مصدر دخل غيرهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا ونظفكم فإن العرق دساس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه موجودة عادة وتقاليد عندنا في الشعب اليمني أنهم لا يتزوجوا من الحاجة المستنقصة مثل الجزارين والمزاينة وغيرها، فهذا يعني كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا أنهم أقل منهم يعني بالنسبة للطبقات والفئات الاجتماعية، وأنا شايفة أن هذا خطأ، لأنه إذا ما كان فيش جزارين من الذي يعيذ باح أو ما فيش حلاقين.